السلام عليكم احبائي حبيباتي، كيف انتوما؟ مزيانين بخير وعلى خير. يوم جيت نقدم عليكم واحد الشهيوه الغداوي ديالي، الفخاد دي جداد مشارملين ان شاء الله تكون البارح بالليل باش يصبحوا مشارملين، دخل فيهم مشارميله مع مونياتو والبطاطا. بطاطا الحلوه حيتاش دابا الوقت ديالها، ويستغلوا الفرصه ندخلوها في اي اكله، ندخلوها بطاطا حلوه. توابل عندي سكينجبير والابزار والخرقوم والكيمون محبوب مطحون وازير ازير، والتومه مليحه زويته ورق سيدنا موسى والماء طبعا، وهادو بيضه السمان غادي نزوق بيهم، غنعملهم يطيبوا، نعملهم يطيبوا صافي. دابا كنعملو تومه، نعملو شويه هنايا شويه هنايا، نعملوها التوابل كاملين. نعملو الزويته، مليحه وخلطو خلطو بيدنا هيدا. صافي من بعد ملي المرقوع يتخلط كلشي، هدايا دابا نشطفو الخيطات ديالنا. صافي الخيطات ديالنا ستفناهم، نمرقو بالماء، هذا كافي. غنعملوهم في الفران، غيطيبو في الفران. غنعملوه على الوريقه سيدنا موسى، نعملوهم هنايا وحده هنا وحده هنا. صافي اللي يطيب من اللي يطيب نشوفوه كيف جا، نتمنى يعجبكم. صافي دابا غادي نعملوه في الفران ونعملو المليحه، ديما كنسى الملح، شويه د الملح هايدا من فوق، وديك الساعه ملي يعمل نص طياب ندوق ونشوفو الملح، لكن هو هذاك صافي ما كانش هو هذاك، كنزيدو شويه د الملح. الغديوي ديالنا ها هو طاب، غادي نزوقوه بالبيض السمان.
الطبق ديالنا هو واجد، أتمنى يعجبكم. ها سيني عفوا، الغداوي ديالنا هو فخط دجداد بالبطاطا ومونياتو، هي بطاطا حلوة، والبيض السمن إقامة والمسائل. هو أتمنى يعجبكم وتفضلوا معنا بالصحة والراحة. هادوما الطيور ديال العيال دي بنتي، ها هما في الصباح كي يغوتوا بزاف، كيبقاو غير يغوتوا في الصباح، كيفيقوني كيخليوني شي نعس. كاي لعبو ساكن. تيو